هذا سائل يقول: أعمل في شركة خاصة 4 أيام في الأسبوع، وأضطر خلالها إلى تأخير صلاة العصر 1.25 ساعة تقريبا، وذلك راجع إلى طبيعة العمل في الشركة. والسؤال: بماذا توجهونني حيال ذلك جزاكم الله خيرا؟ الواجب عليك تصلي مع الجماعة، صلي مع أقرب جماعة إليك، ما تؤخر تصلي منفرد، صلي مع أقرب جماعة إليك. فإذا لم تقدر على الصلاة مع الجماعة لأن هذا يفوت العمل، صلي في مكانك في الوقت ولا تؤخر الصلاة، صلي في مكان العمل ولا تؤخر الصلاة. نعم.